افضل 5 اعشاب بطب الاعشاب، طبعا بعد خبرة تقريبا اكثر من 30 سنة كصيدلي، وكذلك الامر دراسة الاعشاب. فينا نبلش مثلا بالبروبوليس، العقبر هو مهم جدا جدا لجهاز المناعة بجسمنا، مهم جدا لأشياء تانية، ولكن أهم شيء هو يمنع دخول المايكرو أورجانيزم لداخل الخلية. طبعا إذا ما دخلت لداخل الخلية الفيروس أو البكتيريا ما بتقدر أنه تتكاثر، بنقضي عليها. وردي إذا كان في مثلا بكتيريون إنفكشن، لما نحن بناخذ البروبوليس كيف بيشتغل؟ بيعمل غشاء حول هذه البكتيريا، بيسحب الماء منها على طريقة الأزموزيس وبيقتلها. وطبعا البروبوليس هو آمن جدا، حتى من يعني الرضع فينا نعطيهن إياه الأولاد بالمدارس، وكذلك الأمر الكبار. بعدين العشبة الثانية هي الزعرور. نحن بنعرف أن الزعرور أو حشيشة القلب مهم جدا أنه نحن نتناولها، وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من الهايبرتنشن أو الهايبوتنشن، يعني ارتفاع الضغط، أو إذا الضغط كان واطي، الأشخاص اللي بيعانوا من تاكيكارديا، الأشخاص اللي بيعانوا كذلك الأمر من مشاكل بالكوليسترول، الترايكلسيرايد، LDL عالي، HDL واطي، عم تعطي نتائج كتير إيجابية لحتى نتخلص من هذه المشاكل. الزعرور بيشتغل كمكنسي بالأوعية الدموية، بيحافظ على مطاطة الأوعية الدموية، بينظف الشرايين التاجية اللي هي بتغذي عضلات القلب، وكذلك الأمر مهم جدا لأنه بينظف الشرايين أو الأوعية الشعيرات الدموية اللي بتغذي دماغنا، بينظف الشعيرات الدموية اللي بتغذي الشبكية، وكذلك الأمر الإذن الوسطى، وهو آمن جدا، في ياخذوه ككبسولات أو كالصبغة الأم. بعدين في مثلا عشبة شوك الجمل. نحن بنعرف أنه كبدنا بيشتغل تقريبا، بيقوم تقريبا ب5000 وظيفة أو أكثر. لنعمل ديتوكسيفيكيشن لكبدنا، اللي كان يعني في مشاكل، كان اذا كان في مثلا هيباتايتس، اذا كان في يعني اشخاص عم يتناولوا ادويه كيميائيه كتير. طبعا بناخذ الميلك ثيسل او شوك الجمل، الكارديوس مارينوس، في صغار يعني اولادنا بنعطيهم كم نقطه 3 مرات باليوم من الكارديوس مارينوس ام تي، الكبار فين ياخذوا الهيباتو بروتكتر اللي فيه الى جانب شوك الجمل، في العقد الصفراء، في كذلك الامر الارض شوكي. وهيدي الاعشاب هي امنه جدا، ما الى اي مساوئ جانبيه، اي شخص بيقدر يستعملها. كذلك الأمر مثلا الجينكو بيلوبا اللي هي مهمة جدا لطنين الإذن، مهمة جدا للذاكرة، مهمة جدا للأشخاص اللي ممكن بيعانوا من الألزايمر، أو أهل عانوا من هذه المشكلة. يعني هؤلاء الأشخاص عندهم استعداد أكثر من غيرهم لحتى يعني يصير في عندهم ألزايمر. الجينكو بيلوبا هي آمنة جدا، ما إلى أي مساوئ جانبية إذا مناخذها حسب الجرعات المحددة. أولادنا مثلا للتركيز قبل الامتحانات، ولكن النتيجة مش كن فيكون، يعني بناخذها شهرين 3 لتعطي النتيجة المرجوة منها. في أولادنا نعطيهم مثلا 4-5 نقط 3 مرات باليوم، فينا نحن ناخذ الجينكو بيلوبا حبوب 3 مرات باليوم، ما إلى أي يعني ما إلى أي مساوئ جانبية. الأشخاص اللي بيعانوا من طنين الأذن فين ياخذوها، الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالنظر كذلك الأمر فيهن ياخذوها. بعدين في عشبة كذلك الأمر لابا أركتيوم أو الأركتيون، اللي هي بتشتغل الحقيقة كمضاد حيوي، أي شخص بيقدر يستعملها. نحن بنعرف كتير من الشباب والصبايا اللي بيعانوا من مثلا مشكلة حب الشباب، اللي بصير في عندهم أكني، عم يتناولوا مثلا يمكن يوصفوا لهم شيء اسمه ايزوتريتينوين، اللي هنعرف انه له كثير مساوئ جانبيه. طبعا احنا ما تستعملوا، لا يستعملوا حسب وصفه الطبيب، مش هن يشتروا يعني مثل ما بدهم. اللب اركتيوم فينا ناخذها كنقط 3 مرات باليوم، عم تشتغل كمضاد حيوي بدون المساوئ الجانبيه للمضادات الحيويه، لانه بنعرف احنا بعض الاشخاص عندهم تحسس مثلا عن البنسلين، الاموكسيسيلين الى اخره، فين ياخذوا اللب اركتيوم.